إذا نعتبر الإضراب اللاوطني الذي تخوضه مؤسسات التعليم الخصوصي هو إضراب غير مشروع خارج عن اختصاصات هذه المؤسسات التي تقوم بتقديم خدمة عمومية مفوضة لها من طرف الدولة، وبالتالي إضراب مؤسسة التعليم الخصوصي هو إضراب الحكومة لأنها هي المسؤولة على تنظيم هذا القطاع. وبالتالي أنه يؤكد الرأي والموقف الذي تتخذه هذه المؤسسات أمام المشاكل المطروحة وأمام الحوارات التي تتوخى تنسيقيات الأباء وجمعيات الأباء أن تجد حلا لها، ولكن مع هذا الاتجاه ديال الهروب للأمام وعدم وجود أذان صاغية والتعنت بالموقف تجعل واحد استحالة كبيرة في تنفيذ هذا المطالب. حان الوقت أمام الحكومة ووزارة التربية الوطنية من أجل التدخل والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يتخذ أطفال المغاربة يعني في إطار الرهينة. فالوضع هو واضح، هناك أرباب المؤسسات يتوخون استخلاص مبالغ غير مستحقة، وهناك أباء يؤكدون على أحقية الأداء ولكن بربط الخدمة بالأداء. فعلى قد القراية وقد الخدمة اللي تسلموها يعني تيكون أنه يقاس الجانب ديال الأداء ديال الأباء. أما إلزام يعني الأباء بأداء مبالغ غير مستحقة يعتبر رعونة ويعتبر يعني ممكن صنفوه جميع أشكال ديال الابتزاز وديال يعني ديال الأشياء اللي هي ما وضحاش. السند القانوني ديالنا نجده في قانون الالتزامات والعقود، ونحن كأباء نعتبر نفسنا أننا أصحاب حق وأصحاب قضية عادلة، وما دمنا في دولة الحق والقانون أنه القانون سيكون يعني في صفنا. المؤسسات نجزات يعني أكثر من 85% من برنامجها السنوي على مستوى يعني التدبير المادي، فبالتالي أننا حققت في التوقعات المداخل ديالها 85% ديال الأرباح، فهي حققتها على حساب التوقعات ديالها، بقات يعني 15%. ف 15% بغض النظر واش هي كاملة في هذه الجائحة مع توقف واحد المجموع ديال المصاريف، ممكن نديروا عملية حسابية ديال أن نقصوا هذا 15% من 85% دي تكون 70%. فتنظن الله يجعل البركة، وخص تكون القناعة عند هاد المؤسسات بدل أنهم يكبروا كرشهم بواحد الشكل اللي هو فظيع. ف 70% من 20 سنة ديال الاستثمار واحد السنة فقط ربحتي 70% فيكفي. فبلادنا في غنى على كل بؤر ديال التوتر وديال الاحتقان، فتنظن أن الجانب النفسي والضغط النفسي اللي تعيشه الأباء وتعيشه التلاميذ يعني أنه سببه كبير هاد المؤسسات، فلا بد أن تتحلى بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية.